كان هو في وحده الاستاذ الدكتور عبد الخالق خطاب رحمه الله، وكان بس الدكتور عبد الخالق يسال عن حاجه بس حاجه صغيره كده، يقوم الدكتور طارق يقول كل المعلومات الموجوده في نيلسون. فكان بالنسبه لي شخصيه فريده وما زال استاذي العظيم. اما زميلتي الدكتوره حنان فهي فعلا رفيقتي، وقضينا مع بعض ايام، ويا رب يا رب مع بعض الى الابد باذن الله تعالى. الحقيقه my talk today about cystic fibrosis a new hope for life threatening condition. معلومة سريعة كده عن السيستيك فايبروزيس، زي ما احنا عارفين most common life threatening autosomal recessive disease، الانسيدنت بتاعته عالميا واحد لكل 3500 نيو بورن. الميوتيشن بتاعه طبعا المعلومات دي كلها well known بالنسبة لكم، بس انا بعمل ستريس عليها لانها ليها اهمية فيما هو قادم. في ميوتيشن في جين بنسميه سيستيك فايبروزيس ترانس ممبرين كوندكتانس ريجوليتر، هو المسؤول عن كل المشاكل اللي بتحصل في السيستيك فايبروزيس. لو بصينا على الفيجر ده باختصار شديد، لما بيحصل الميوتيشن وبنفقد البروتين بتكون النتيجه ان الابيكال ترانسبورت اوف كلورايد بيتاثر، وبالتالي سبسيكوينتلي الترانسبورت بتاع الصوديوم والووتر بيتاثر، فبيصبح الميوكس بتاعي فيري فيزيد ديهايدريتد ميوكس زي ما بيقولوا، وده بيغير البي اتش بتاعه الابيكال بارت بتاع الابيثيليوم، وفي نفس الوقت بيخلي العيان عنده very viscid secretions والميديا very suitable for colonization of bacteria. الحقيقة الميوتيشن ده باللخبطيشن بتاعه ده بيأثر على كل حتة في جسم الإنسان. It's a multi-system affection. زي ما انتوا شايفين مفيش حاجة هتعدي. على رأس القائمة اللونج، ثم البنكرياس بكل مشاكله اكسوكراين وليتر اون اندوكراين، الإفكت على الليفر والهيباتيك استياتوزيز، والإفكت على السكين، والعيان بيفقد كمية الكترولايتس كتيرة لدى تعرضه لاي مايلد اتاك اوف جاسترو انترايتس وفي الهوت ويزر، بالاضافه الى بعض التاثيرات. بس اجين الكينج بتاع الموضوع واللي بيتاثر تاثر شديد جدا هي اللنج، ودي صوره البرونكيكتس دي العيانين بتوعنا، وبتكون النتيجه ان العيان بيبقى قاعد على النيبولايزر 24 ساعه بهذا الشكل. وضعنا ايه في مصر؟ وده اللي يهمنا. الحقيقه السي اف بقى موجود في مصر اكتر مما كنا متوقعين قبل كده. الحقيقه ده الانسيدنس بتاعته اللي عملته استاذتنا العظيمه الراحله استاذه الدكتوره اكرام، وكانت الانسيدنس ساعتها 1 الى 2664. اي ثينك ان الارقام اعلى من كده حاليا دلوقتي، ودول اساتذتنا العظام، اضاف اليهم طبعا استاذه الدكتوره الراحله استاذه الدكتوره رباح شوقي، ولهم باع كبير في الدياجنوزيس والكير بتاع السيستيك فايبروزيس بيشنت. كلنا عارفين ان السيستيك فايبروزيس برغم ان العيان يكون عنده 1 ميوتيشن، لكن البرزنتيشن بتاعه بيبقى مختلف. في اطفال بنفقدهم في الفيرست فيو دايز اوف لايف، وفي اطفال بنفقدهم بعد سنتين ثلاثه، في افقاد اطفال عند الادلت هود. سو ايه اللي بيحصل؟ المساله مرتبطه بالايدج اوف دياجنوزيس وتدخلنا المبكر، الكلينيكال برزنتيشن وذر جي اي تي او بالمونري او كومبايند، السيفيريتي اوف سيمتومز، ولاي مدى الاورجان افكتد. بصه سريعه كده، ودي هتفرق معانا كتير جدا على انواع الميوتيشن الموجوده. احنا عندنا كلاس 1. كلاس 1 ده مشكلته كبيره، مفيش بروتين بيتكون من اساسه. كلاس 2 وهو اكتر او كومن بريزنتيشن اللي هو بتنتمي اليه الدلتا اف 508 اللي هي الموست كومن جين ميوتيشن على مستوى العالم، ده البروتين بيتكون لكن بيحصل له ميس فولد، البروتين مش جاهز انه يوصل لغايه الابيكال بارت بتاع الابيثيليوم، وما دام مش جاهز فهو غير مطابق للمواصفات، وبالتالي الجسم هيتخلص منه. النوع الثالث اوريدي البروتين اتكون، لكن ناخد بالنا هو ما بيعرفش يعدي من الشانلز الموجوده على الابيكال بارت بتاع الابيثيليوم، يعني مشكلته امبيرد جيتنج. النوع الرابع اوريدي البروتين بيتكون وبيعدي، لكن الكوندكتنس ليس كما ينبغي وليس كما هو مفروض، فهو ديكريز كوندكتنس. النوع اللي بعديه الخامس البروتين بيتكون وبيعدي وبيوصل لغايه الشانلز، لكن الحقيقه كميته قليله مش كفايه، سو ذيس از ليس بروتين. النوع السادس البروتين بيتكون والجيتس موجوده، لكن البروتين ده بيحصل له رابيد بريك داون، وبالتالي هو ليس ستيبل. والنوع الاخير المكتشف حديثا وهو النوع السابع، والنوع ده مشكلته كبيره لانه من اساسه هو ما عندوش ميسنجر ار ان اي. الحقيقه الدلتا اف 508 هي النوع الموجود على مستوى العالم كله، وناخد بالنا مشكلته ايه. هو مشكلته البروتين بيتكون لكن بيحصل له ميس فولدنج، بمعنى اخر البروتين المكون غير مطابق للمواصفات، وبالتالي الكواليتي ميجرز الموجوده داخل الخليه بتقوم شايلاه ورمياه في الباسكت، هي مش عايزاه، هو اتكون لكن عنده ميس فولدنج.
دي الانواع بتاع سيستيك فايبروزز الموجوده في مصر، وده البحث اللي عملناه عندنا في مستشفى الاطفال. 44% من الحالات عندها دلتا اف 508. اللي فات ده كله احنا كلنا يمكن عارفينه، لكن اللي انا عايزاكم تعرفوه دلوقتي ان احنا وي ستيل هاف ا هوب فور ذوز بيشنتس. عيانين السي اف مش عايزين يجوا معاكم عندكم دكتور طارق ودكتوره ميرفت، مش عايزين يشرفوا عندكم على الاطلاق، هم عبء عليكم بصراحه، فاحنا مش عايزينكم تيجي تحملوا همهم خالص نهائي. مش عايزة. احنا انا عايزاهم يا فندم يلزموني. اوكي سو اور نيو هوب في الدايجنوزس في المانجمنت وفي انعكس ده على السرفايفل. وات اباوت النيو هوب؟ نيو هوب الحقيقه جه من تعاوننا على طول مع السيستيك فايبروزس فاونديشن والميدل ايست فرع بتاعها. في فرع مخصوص للسيستيك فايبروزس فاونديشن اسمه الميدل ايست سيستيك فايبروزس اسوشيشن، وتعاونت مع الجمعيه بتاعتنا اللي كونت في عين شمس اللي نسميها ايجيبشن سيستيك فايبروزس كوميتي. وطبعا الكلام ده ما يتمش غير باساتذتنا العظام والنيو جينيورز بتوعي الموجودين في البيدياتريك بالمونولوجي اللي ماسكين ومتابعين عيانين السيستيك فايبروزز. عشان اشخص السيستيك فايبروزز انا عايزه سويت كولرايد، عايزه اميونو رياكتيف تريبسينوجين اللي هو بتاع النيونيتس، عايزه اشوف كارير سكريننج، وعايزه اعمل جين استادي، والكلام ده مهم عشان اقدر اعمل اي دراج ديسكفري معتمد على الجينز. وات اباوت ايه الدايجنوزز الرئيسي بالسويت كولرايد؟ حتى عهد قريب ما كانش عندنا جهاز ارقامه معترف بيها عالميا، لكن الحقيقه ثانكس للتعاون مع الميدل ايست سيستيك فايبروزز، وثانكس لاستاذه عظيمه استاذه الدكتوره ساميه نصر وهي رئيسه قسم البيدياتريك سيستيك فايبروزز في ميتشيغان في يو اس اي، قدرنا ان احنا نحصل على الجهاز ده وارقامنا مطابقه للارقام العالميه. حاليا دلوقتي في 5 اجهزه موجوده لتشخيص السويت كولرايد، تشخيص السيستيك فايبروزز في مصر، وارقام معتمدة عالميا. وعايز اقول لكم ان السبت كان لجامعة عين شمس انها مشيت ورا هذا الموضوع، ومعلش اعذروني لان احنا شبنا لغاية ما دخلنا هذا الجهاز مصر. الجهاز ده هو الماكرودكت، وده موجود دلوقتي في الجامعة عندنا، وبنعمل اسسمنت لكل العيانين، وده التيم بتاعنا وهو بيعمل التست، وارقامنا معترف بيها عالميا. الاميون رياكتيف تريبسينوجين الحقيقه املنا في النيونيتال دايجنوزس عشان نقدر نوصل لنمنع الايرلي مال نيوتريشن، نقلل البالمونري كومبليكيشن، ونقلل اللونج تيرم اوت كم، ونقلل الفتره اللي بيقعدها العيان يلف. اقل عيان سيستيك فايبروز بيلف له سنتين على بال ما يقدر يتشخص، وبالتالي انا عايز اقلل ده بالسكريننج. مهم قوي ان انا اعمل كارير سكريننج، وده بيتعمل دلوقتي بالبكال براشنج للبيرنتس، فيري ايزي انه يتعمل الحقيقه. وونس ان الفازر والمذر الاثنين طلعوا بوزيتيف، اقدر اديهم الاختيار هيقدروا يكملوا او يبقى عندهم تشانس لحمل اخر او لا. ودي الحقيقه عن طريق حاجه جديده اسمها البري امبلمنتيشن جينيتك دايجنوز، يعني بيتعمل الحمل زي الاي في اف، وبتتاخد الزايجوتس دي وبيتعمل لها جينيتك تيستينج، وبنختار الزايجوت اللي هو الامبريو اللي هو ما فيهوش هذه الميوتيشن، وده يتزرع في اليوترس بتاع الام. وده الحقيقه الحاجات دي بتعمل في السعوديه، وعما قريب هتكون موجوده في مصر. المانجمنت وهو ده الكورنر ستون، لا تتخيلوا حجم المشاكل اللي بيعانيها العيان اللي عنده سيستيك فايبروزز، وتتخيلوا ان العيان ده 365 يوم هو قاعد على النيبولايزر مش قادر يتحرك، حياه نقدر نوصفها بايه مش عارفه. ده كلام الاهل وده كلام الطفل، والطفل قاعد وقدامه مجموعه الادويه دي. انا عايز اقول لكم ان العيان اللي بيجيني في العياده سيستيك فايبروزز بكتب له العلاج وش وظهر، واقول للام صوريها وعلقيها افري وير في البيت عشان تبقي عارفه مواعيد ادويتك. وطبعا المنظر ده وي هوب ان احنا في وقت من الاوقات نقدر ان احنا تو جيت ريد اوف. سو المانجمنت بتاعنا الحقيقه في السنين اللي فاتت دي حصل بريك ثرو في المانجمنت، و عشان يحصل البريك ثرو ده السيستيك فايبروزز فاونديشن الحقيقه عملت كل الطرق المطلوبه، يعني عملت برايورتي ريفيو وفاست تراك وبريك ثرو واورفان دراج ديزاينيشن، كل ده ان اوردر تو هاف ذا نيو ميديكيشنز فور سيستيك فايبروزز. دي مجموعه الميديكيشن اللي احنا اوريدي عارفين اجزاء منها، الانتي بايوتكس والفيزيوثيرابي والحاجات المطلوبه دي كلها والميوكس كليرانس ثيرابي، لكن انا اللي هركز معاكم دلوقتي عليه هو الجديد اللي هو ثيرابي تارجتنج الديفكت. انا مش عايز اعمل سيمتوماتيك تريتمنت. باك لهذه الصوره اللي شفناها قبل كده، لو انا ما عنديش بروتين لازم ادور على حاجه تعمله، لو انا عندي مشكله ميس فولدنج لازم ادور على ريسكيو ترافيك، لو انا عندي مشكله في الشانل لازم اعمل ريستورنج للشانل اكتيفيتي، لو انا عندي مشكله في البروتين لازم اعمل كوركت للسبلايسنج، لو عندي مشكله في الاستابيليتي لازم ابرموت الاستابيليتي، والنوع الاخير لسه لم يكتشف له اي علاج. المانجمنت اللي هنتكلم عنه النهارده هو السيستيك فايبروزس ترانس ممبرين ريجوليتور او الموديوليتورز. هذه الدراجز قلبت الدنيا كلها راسا على عقب، لان لم يعد علاج السيستيك فايبروزس سيمتوماتيك تريتمنت اتول، العلاج اصبح كيوراتيف تريتمنت.
طيب الكيوراتيف تريتمنت ده عباره عن ايه؟ مجموعتين نحفظهم كده مع بعض. المجموعه الاولى كوريكتور، انا عندي بروتين في ميس فولدنج. يعني ايه ميس فولدنج؟ تخيلوا كده هذا البروتين رايح حفله، رايح للابيكال بارت بتاع الابيثيليال سيلز، مش لابس اللبس المناسب، وبالتالي دوري ان انا البسه اللبس المناسب. دي مجموعه الميديكيشن اللي هي الكوريكتورز، اللي هما كافتور، تيزا كافتور، والالكسا كافتور. اسماء معقده بس هناخد عليها. النوع الثاني البوتنشيتور، البروتين متكون وزي الفل لكن الباب قدامه مقفول، وبالتالي دوري في الميديكيشن ان انا اخلي الباب مفتوح بهذا الشكل. وده وان ميديكيشن الموجود في السوق دلوقتي، وهو اسمه الايفا كافتور كالديكو. هذا الدرج هو البوتنشيتور. So I have corrector and I have potentiator. لكن ناخد بالنا، لا الكوريكتور لوحده بينفع ولا البوتنشيتور لوحده بينفع. الحقيقة أنا محتاجة combination of both، محتاجة أضبط الميس فولدنج ألبسه كويس، ومحتاجة أفتح له الباب. ومن هنا جت الكومباينيشن البوتنشيتور اند كوريكتور، ودي غيرت مسار علاج السيستيك فايبروزيس كله في العالم كله. الحقيقة دي مجموعة الموديليتور، دراج اسمه أوركامبي، ودراج ده عبارة عن بوتنشيتور اللي هو الإيفا كافتور، والكوريكتور اليوما كافتور. ده منظره. والدراج التاني اسمه سيمديكو، مش مهم الأسامي، المهم إن الأيديا موجودة. أنا حاطة كوريكتور وحاطة بوتنشيتور. الجديد بقى الاف دي اي لسه من سنتين اعلنت الكوريكتور واحد مش كفايه يا جماعه، اتنين كوريكتور وواحد بوتنشيتور، فادتنا الكومبو اللي اسمه تراي كافتا. الحقيقه ده بنسميه تريبل كومبو، اتنين كوريكتور وواحد بوتنشيتور. بقينا دلوقتي عارفين الفرق ما بين الكوريكتور وما بين البوتنشيتور، وده للاطفال اللي هي ما هو 6 سنين، والاطفال اللي عندها اتليست 1 كوبي من الدلتا اف 508. دي الدوزز بتاعته للاطفال اللي اقل من 30 واكتر من 30. الدراج ده في دول كتير جدا من العالم موجود، ولانه الدراج ده فور لايف معمول لهم سكيدجول خاص، لو العيان ده في وقت من الاوقات فقد جرعه وات هي از جوينج تو دو. الحقيقه الاخبار السعيده اللي عندي ان الدراجز دي افيلبل واف دي اي ابروفد، كلها اورال ميديكيشنز، وكلها دراجز دي ابروفد فور يانج ايج. دي السنين بتاعتها زي ما انتم شايفين، في منها من 6 مانثس اللي هو الكالديجو، وفي منها اللي لسه لغايه 12 سنه، لكن ريسيرشز ار ستيل جوينج اون. الاخبار السعيده كمان ان هذه المجموعه من الميديكيشن الحقيقه رجعت السويت كلورايد لوضعه الطبيعي، عملت انكريز في الاف اي في 1، زودت الويت جين، قللت الفريكوانسي اوف ريسبيراتوري اكسازربيشن، وقللت السودوموناس كولونايزيشن، which is very important. لكن الاخبار السيئه الحقيقه ان الكوست عالي قوي، العيان بيتكلف حوالي 60,000 شهريا. لكن الاخبار السعيده قدام هذا الكلام ان في كومبانيز جديده غير فيرتكس بتشتغل، وبالتالي متوقع ان هذه الادويه تقل. الاخبار اللي مش كويسه قوي ان انا اقول للعيان خد دواء مدى الحياه، قرار مش سهل. وفي نفس التوقيت انا محتاجه قوي قوي ان العلاج يبقى فيري سبيسيفيك، ويلعب بس على البروتين ما يعملش حاجه تانية. الخبر السعيد ان الجين ثيرابي از كومينج اون ذا واي، جين ثيرابي از كيوراتيف فور ايفر. طيب كانت ايه مشكله الجين ثيرابي من الاول؟ مشكله الجين ثيرابي من الاول ان الفيكتور اللي انا كنت بدور عليه ظريف ولطيف وهيدخل على الاير واي ابيثيليوم، لكن ليست له القدره ان يشيل الجين بتاع السفتر، ان الجين تقيل. مفيش حاجه بتقف طبعا قدام العلم، وبفضل الله الادفانسز عملوا جابوا مقص وشالوا جزء من الجين، جزء ان نيسيسري، وبالتالي اصبح الفيكتور بيشيل الجين دلوقتي. واتس كومينج اذا جين ثيرابي. في سايد افكتس، في سايد افكتس الحقيقه، بيرفع شويه الليفر انزيمز، بيعمل برونكوسباز. لكن عايز ابشركم بان النيو جينيريشنز الجديده تاثيرها على الليفر اقل، وتاثيرها على البرونكوسباز اقل. ستيل عندي تشالنج رهيب، هو انا حسنا لغايه ما يخترعوا كل شويه دواء اخد لي سنين؟ هو انا مش عايزه حاجه اسمها بيرسونلايزد تريتمنت، عيان مش زي عيان، والميوتيشن الصغيره اللي هي عددها قليل هعمل لها كلينيكال ترايلز ازاي؟ كل دي تشالنجز انا بقابلها. هي ليها حل؟ بفضل الله ليها حل. الحقيقه لقوا ان انا لو خدت من عيان السيستيك فايبروزس جاست ريكتال بايوبسي، جاست ريكتال بايوبسي فيري سمبل لايك ذس، وجبت الريكتال بايوبسي دي وعرضته لماده معينه، هذه الماده بتطلع البروتين بتاعه السفتر بروتين، وبالتالي انا اللي بيحصل ان انا باخد الريكتال بايوبسي بتاعت البيشنت واعرضها لهذه الماده. اذا طلعت السفتر بروتين معناه ان البيشنت ده از نوت سيك، اذا ما طلعتوش يبقى البيشنت ده عنده سيستيك فايبروزيس، واقدر ادي المانجمنت واتابع. طب انا هشوف الكلام ده ازاي؟ هشوفه بالسويلنج بتاع الخلايا. بصوا المنظر ده اللي فوق ده الخلايا العاديه، اول ما عرض وهي لو ما عندهاش سيستيك فايبروزيس وعرضتها للماده دي اسمها فورسكولين، هذه الماده بتعمل سويلنج زي ما انتم شايفين. اذا اقدر ادي الدواء واتابع اذا كان عنده هيستجيب له ولا لا. سو اي كان دو بيرسونلايزد تريتمنت. اوكي، ده نيو هوب للبيشنتس. يعني انا حاسه بان ان شاء الله باذن الله ما هو قادم للسي اف از فيري جود. طب والغلابه اللي وصلوا لهذه المرحله وضعهم ايه؟ لانج ترانسبلانتيشن.
So, lung transplantation الحقيقة هي complex high risk potentially life saving therapy, لكن العيانين اللي عندهم end stage lung disease بس. وأنا لما بشتغل على lung transplantation زيها زي أي transplantation very risky, وبالتالي قراري يعتمد على فرص العيان في السرفايفل وتأثير العملية دي على الكواليتي اوف لايف بتاعه. لانج ترانسبلانتيشن هي اما انها كادفر, ودي على فكره صوره حقيقيه مش صوره مأخوذه من تكست بوك, او ان انا بلجا للليفنج دونر. اوكي نبص كده مع بعض. اول عمليه اتعملت لسي اف بيشنت هارت اند لانج ترانسبلانتيشن عملها مصري سير مجدي يعقوب, مصر ليها الصداره افري وير. الليفنج دونر انا بعمل ايه بالظبط في الليفنج دونر؟ هو يناسب مين؟ يناسب العيان اللي عنده ما يقدرش يستنى ويتنج ليست عالي, فاقدر اعمل له ليفنج دونر كمرحله مؤقته ويناسبنا هنا في مصر, حيث ان الكادفر ترانسبلانتيشن ما زال نوت ليجلايزد ان ايجيبت. انا بعمل ايه بالظبط في الموضوع؟ كل اللي انا بعمله ان انا بجيب العيان اللي عنده سيستيك فايبروز بشيل له التو لانجز, وبجيب تو لوبس, واحد من الاب وواحد من الام او واتيفر الدونر اللي هناخده, ونبدا نعمل نحط اللوب اللور لوب بتاع الاب او اللور لوب بتاع الام في التو سايدز بتاعت التشايلد. العمليه دي بتتعمل في اليابان لايك افري داي ورك, مش حاجه صعبه قوي. الادفانتج بتاعت حاجه زي كده الليفنج دونر الحقيقه شورت ويتنج تايم, في نفس الوقت شورت اسكيميك تايم, انت بتشيل من هنا لهنا, مش كادفر جايبه من اخر الدنيا. بيرفكت جرافت وسكيدجول, انا بنظم نفسي وبعمل العمليه في ميعادها, مش حاجه ايمرجنسي. لكن عيبها ان انا بعمل لوبكتومي العيان كومبليتلي هيلثي, هشغل ثلاثه اوبريتنج روم, واحده للاب واحده للام وواحده للطفل, فايتس نوت فيري ايزي. مين الطفل ده؟ اللي البالمونري فانكشن بتاعته تو ماتش امبيرد, الاف اي في يوم بتاعه اقل من 30%, الطفل اللي بيخش في اكسسربيشن ويصرف عند الدكتوره حنان والدكتور طارق غالبيه الوقت, البيشنت اللي عنده ريكورنت اتاكس اوف نيموثوركس او عنده بالمونري هايبرتنشن, كل دي عيانين اقدر احطها في الويتنج ليست بتاع لانج ترانسبلانتيشن, وابدا احطهم في الويتنج ليست للليفنج دونر وابحث لهم عن ليفنج دونر. بختار الدونر ازاي؟ سنه يكون من 18 ل 55, ما عملش اي عمليات قبل كده, جود جنرال هيلث, جود بالمونري فانكشن, اي بي او كومباتيبل اوف كورس. المهم قوي ان يكون قرابه اتليست لغايه الدرجه الثالثه, ولازم يكون ايموشنالي اتاتشد للريسيبيانت, منطقي من هيتبرع له جزء من اللانج ازاي. اني ريسك هيحصل حاجه للراجل الاب والام دول, الحقيقه ان شيل لوب يخسرني بس 15% من اللانج فوليوم بس, فيقدر يعيش الشخص عادي جدا, ما بعمل له اكس راي بعد ما بيتشال اللوب ولا كانه عمل له اي حاجه. الريسك بتاعه ريسك زي اي عمليه لوبكتومي, سو ذير از ا هوب. هل الكلام ده لانج ترانسبلانتيشن بتكيور سيستيك فايبروزس؟ لا طبعا, انت بتنقذ اللانج بس, لكن بقيه اجزاء الجسم اللي اوريدي عندها البروبلم بتاعت الجين كلها ما زالت مصابه, لكن انت بتنقذ المشكله اللي ممكن تعمل ديس للعيان. لايف اكسبكتنسي بعد اللانج ترانسبلانتيشن بيتحسن تدريجيا الحقيقه بالنيو ميديكيشنز, الارقام مختلفه على مستوى العالم حسب السنتر بتاعه. امتى ما اقدرش اعمل لانج ترانسبلانتيشن؟ ديفينيتلي لو العيان عنده انتريتابل او سيجنيفيكانت ديسفانكشن لاي اورجان تاني غير اللانج, لو عنده ميديكال انستابيليتي مايوكارديال انفاركشن او ليفر سيل فيلير, لو عنده انكوركتابل بليدنج, لو عنده كرونيك انفيكشن بهايلي ريزيستنت اورجانيزم, لو عنده هيستوري ما يقدرش يمشي على المانجمنت اللي هيكون طويل بعد اللانج ترانسبلانتيشن, او عنده مالجنسي, او اذا كان العيان عنده بروبلم بقى في التشست وول بتاعه او لارينجيال انكومبتنس. بوست ترانسبلانتيشن زيه زي اي لانج, زي اي ترانسبلانتيشن في العالم, ريجكشن والانفيكشن. دورنا احنا كأطفال, عمليه اللانج ترانسبلانتيشن ليفنج دونر از نوت ا بروبلم اوف سيرجن, هي الحقيقه دورنا احنا كبيدياتريشن بيدياتريك بالمونولوجي بير سي, لينا دور بري ترانسبلانتيشن ودور بوست ترانسبلانتيشن. البري ترانسبلانتيشن احنا هنحدد مين بالظبط هيحتاج الترانسبلانتيشن, هيستفيد, حياته هتتغير فعلا, هو محتاجه يقدر ينتظر شويه, دي قرارات مش هياخدها غير البيدياتريك بالمونولوجيست. مطلوب مننا ايه؟ وده اللي بنعمله دلوقتي, عاملين كلينيك للاند ستيج سي اف, بنستابيلايز للتشايلد لغايه ما يجي الدور وذر التريتمنت او وذر الترانسبلانتيشن, بنتاكد انه ماشي كويس على العلاج. انا عايز اقول لكم يا جماعه, انا كاتبه لعيني سي اف ورقه كويس, بليز حافظ على الرئه بتاعتك عشان لما يجي دورك في العلاج العلاج ينفعك, والعيانين واخدين الورقه دي وطايرين بيها من الفرح. Review immunization, dealing with infectious complications, which is very important, إنه ما يخشش مننا في complication. Pre-operative work-up, زيه زي أي transplantation في العالم, حاجة كده مكلكعة بنعملها وبنتابع الانفستيجيشنز بتاعتها. بعد بقى ما يعمل الليفر لانج ترانسبلانتيشن راجع لي تاني كبيدياتريك بالمونولوجي اتابع الاميون سبريشن بتاعه, اوبتمايز الاميون سبريشن, ودي اسوأ ما في المراحل, مونيتورنج الاميون سبريشن, لازم اتاكد انه ماشي كويس على العلاج, اقلل الدراج ريليتد سايد افكت, وديل مع الانفكشن كومبليكيشن. ده مش دور الجراحه واتس او ايفر, ده دور البيدياتريك بالمونولوجي تيم.
سيرفايفل بتاع السيستيك فايبروزس وصل كام من 2015 ل 2019؟ ارتفع الايج ل 46 سنه. ده نتيجه الادفانس اللي احنا اتكلمنا عليه دلوقتي. احنا هنا فين في مصر من الهلومه دي كلها؟ اوكي، احنا بدانا ريجستري سي اف على مستوى مصر كلها، وبرده جامعه عين شمس ليها الاسبقيه. ندي للاطفال اللي كل الافيلابل ميديكيشن ايفن الاكسبنسيف وان الكريون اولسو احنا بنديه لهم. كمان في ايجيبشن لانج ترانسبلانتيشن بروجرام، ده بيدعمه رئيس الجامعه شخصيا دكتور الميتيني، واتس جوينج اون واكسبكتنج ويزن 1 يير يبقى عندنا اول حاله ليفنج دونر لانج ترانسبلانتيشن. دي الميديكيشن اللي بنوفرها للعيان انكلودنج الكريون بسعره العالي، انكلودنج البرونكوسكوبي، والتيم بتاعنا اللي بيشتغل برونكوسكوبي على اعلى مستوى. اند ستيل وي هاف ا سربرايز فور اور بيشنت ويزن ذا كامينج تو بيشنت تو مانثس. اوكي، هل احنا على السيم تراك زي الاخرين؟ من اجل هذا الغرض احنا سافرنا الكي اف يو مستشفى الملك فيصل التخصصي، وهم الحقيقه متقدمين جدا في حته اللانج ترانسبلانتيشن. دي الصور بتاعنا لما حضرنا هناك، دي مش صور من التكست بوك، دي الصور الحقيقيه ليا وكانت زميلتي العزيزه الاستاذه الدكتوره سالي كمان كانت موجوده معايا. انذر جود نيوز، اللي بيشتغل هناك ورئيس التيم دكتور محمد حسين مصري، استاذ عندنا في الشيست سيرجري، وبرضه بشاركم هو هي از ذا وان از جوينج تو جايد ذا تيم هير ان ايجيبت ويزن ذا كامينج يير. اللي انا عايزاكم تعرفوه بعد هذه الجوله، ويز كونسيستنت امبروفمنت للنوليدج الحقيقه وكنترول للاكسسربيشن والانتيبيوتكس الجديده والبريك ثرو موديليتور، السرفايفر بتاع السي اف اتحسن جدا جدا جدا. خد بالك، تابع الحالات المهمه قوي الهايلي سسبيشس، وده المسج اللي عايزين نوصلها، امتى تتوقع ان في سي اف في بيشنت وخصوصا المايلد فورم اللي ممكن كان بي مس. الحقيقه في النيور فيوتشر 85 ل 90% من البيشنتس من الميديكيشن هتبقى افيلبل، ذيس از ا بروميس. اولزو الكوست بتاع الميديسن يمثل مشكله بالنسبه لنا، لكن الحقيقه عمر ما كان المستقبل للسي اف بيشنت برايت اكتر مما هو موجود عليه الحال. لانج ترانسبلانتيشن هي هاي ريسك بروسيجر بكل المقاييس، هاويفر ات ريمينز ذا اونلي تريتمنت اوبشن لما نوصل للمرحله الاخيره. فاحنا ايفن هذا الاوبشن وي ار كيرنج اباوت ات. لا تتخيلوا مدى معاناه الاسره كلها اللي عند الطفل اللي عنده سي اف، بالذات احنا عندنا اطفال 2 و3 ان ذا سيم فاميلي. ده منظر الطفل، احنا بنحاول نخلي النص اللي بيعيط والنص اللي بيضحك. النيو هوب اللي اتكلمنا عنه النهارده في الميديكيشن واللانج ترانسبلانتيشن ان شاء الله يسيب النص اللي بيضحك بس. وي شود جيف ذيم هوب لان هم يستحقوا هذا الهوب. دعوه لكل التيم، لكل المهتم بالسيستيك فايبروزز، لحضور الساينتفك داي بتاعنا يوم 5/11 في فندق السلام، هتتكلم فيه الاستاذه الدكتوره ساميه نصر اللي انا اتكلمت عنها، استاذه الدكتوره مورا الجنزوري، وتيم كامل من بديات التكنولوجيا على مستوى مصر كلها عن وات از نيو ان سيستيك فايبروزز. اند ثانك يو. ثانك يو استاذه الدكتوره ايمان على المحاضره الاكثر من رائعه. انت عملتي يعني الحقيقه مجهود جامد عشان توضحي لنا الصوره السايد الحالي والهوب اللي عندنا، وطبعا هي كلمت في كل التخصصات، بس اليوم بتاعها هيبقى كل الناس هتشارك وكل واحد هيقول الجزء اللي يقدر يساعد بيه عنين السي اف. واتس فيري جود الحقيقه نعرف ان عيان زي ده بدا الناس تفكر فيه وتحط له كير، وبرده نرحم الرعايه منهم شويه لما نظبطهم بدري، نرحم الرعايه منهم شويه. يا فندم احنا موجودين كلنا والله، يا فندم احنا موجودين، وواضح دلوقتي ان اي دواء تحطي جنبه مليون ودولار بيمشي، فعادي يعني حضرتك تلاقيش دكتور ايمان مظبطه. يا فندم احنا دلوقتي ما انا لسه بس مش عايزه احرق المليون اللي جاي. انا ايوه يا فندم اتفضل. بس عايزه اقول لكم ان احنا ويزن 1 مانث في سربرايز اكثر من رائعه لعيانين السي اف في مصر. كويس احنا وصلنا العرض مع احد الشركات، هتبقى سبونسرنج لحوالي 5 أو 6 اطفال فري. كويس، بس هي مش فري فور ايفر، فري 6 شهور. كويس، هتجيب لنا الادويه بتاعتهم الموست ريسنت لست اطفال دلتا اف 508، وده تقديرا لمصر لان هم جم وشافوا العدد الموجود عندنا وعدد السكان اللي موجود عندنا والكير اللي بيتقدم ليهم، فدي ار انكارجنج تو هيلب اس. فان شاء الله هو يا رب. دكتورة إيمان أنا متشكرة جدا جدا على هذه المحاضرة الأكثر من رائعة، وفعلا إحنا سمينا السيشن ده دريمز كام ترو، لأنه فعلا بالنسبة لنا من كام سنة كان الكلام ده كله أحلام، إن عيان السيستيك فايبروز ياخد النوع ده من الخدمة وثيرابيوتيك تريتمنت، يعني بيكون على طول نشفط وندي أنتيبيوتكس وكده. سؤالي لو العيان زي كل العينين اللي بيجوا لنا خلاص أوريدي هيفيلي كولونايزد بسودوموناس وستاف، هذا العيان لو بين ايديك النهارده وقدامك التولز دي كلها يخش لانج ترانسبلانت؟
ولا برضو ما نقدرش نخش وهو هيفي للكولونايزد كده معظم المصريين كده؟ بصي حاجه، اولا السيرب، السيرب بتاعه الميديكيشن كدراج ما ينفعش خلاص، هو وصل للمرحله دي الدراجز فايدتها ان هي هتوقف ما هو قادم، لكن لن ترجع مع حدث. لو العيان قدرنا وعندنا دلوقتي التولز والانتي بايوتكس، لو العيان قدرنا وعندنا دلوقتي الانتي بايوتكس وعندنا البروجرامز للكلونيك سودوموناس كولونايزر، عندنا البروجرامز كتير للانترميتنت والكرونيك كولونايزرز، واحنا حقيقه ما بنسمحش بحدوث ده عندنا في عياده الشيست از ماتش از وي كان، يعني بالفولو اب والبرونكوسكوبي، فاحنا بنحاول تو اريديكيت الاورجانيزم از ماتش از وي كان. لو وصلنا للمرحله دي العيان ده كان بي سكيدولد فور ليفنج دونر لانج ترانسبلانتيشن، لكن الحقيقه في بعض الاورجانيزمز الفيري اجريسيف والفيري ريزيستنت وي كانوت دو اني ثينج فور ذا بيشنتس. طيب احنا نشكر الدكتور ايمان، ولسه في سؤال كمان هتساله الاستاذ الدكتور داليا عبد اللطيف استاذ طب الاطفال والرعايه المركزه بالزقازيق وزميلتنا على المنصه، وناخد السؤال بتاعها. ميرسي جدا جدا، يسعدني وشرفني ان اكون على المنصه مع الاساتذه العظام دكتوره مي ودكتوره امل ودكتوره عزه، وشكرا جزيلا دكتوره حنان ودكتور طارق ودكتوره مربت على الدعوه الكريمه. سؤالي لحضرتك دكتوره ايمان، ما شاء الله ربنا يقويكي ويوفقك دايما في كل المساعي الكريمه اللي حضرتك بتعمليها، والف مبروك على الجهاز الماكرودكت، الف الف مبروك. بس انا يعني يمكن النولج بتاعي قديم شويه، كان دايما زمان واحنا طلبه يقولوا لنا السويت كولورايد تيست از نوت سبيسيفيك فور سيستيك فايبروزيس only، في برضو still false negative results and false positive results. يا ساره الكلام ده صحيح ولا لا؟ you can rely on this machine for how much percent. يعني الحاجه الثانيه still you need ان انتوا تعملوا الجين، still بتحتاجوا ان انتوا تعملوا الجين. السؤال الاولاني دكتور داليا، sweat chloride test is the gold standard for diagnosis of CF، مش الجين ده جولد ستاندرد. في كوزز للسود اللي انها تعمل فولس بوزيتيف وفولس نيجاتيف، ودي حاجه احنا ما بنتعامل مع العيان بنكسكلود هذا الكلام عشان ندي سنسيتيفيتي عاليه للتست. ففي اسباب فعلا معروفه بالنسبه لنا، وي ار اول اكسكلودنج اول ذيس كوزز قبل ما نعملها. اثنين، السنسيتيفيتي بتاعت التست الموجود عندنا دلوقتي هو ده نفس التست الموجود في يو اس اي، هو ده نفس التست الموجود في انجلند، نفس الماشين، وبالتالي فيري هاي سنسيتيفيتي، الفالسز ار فيري لو. بالنسبه للجين، وي ار اوبلايج تو دو ذا جين، ما عندناش اختيارات، لان لما المانجمنت ده يجي زي ما حضرتك شفتيه احنا محتاجين نتاكد ان العيان اتليست دلتا اف 508 فهتنفعه الكومباينيشن الترايكافتا الجديده. بينما العيان لو هو في كلاس 3 ميوتيشن اللي هو عنده جيتنج بروبلم هتمشي معاه الكالديجو، مش هيمشي معاه الترايكافتا، وبالتالي الجين از فيري فيري امبورتنت. يعني حضرتك بتعملوا سويت كلورايد وبعد كده لو لقيتيه الريفرنس بتاعه الرينج اللي انتم مستنيينه بتعملوا الجين. يس اف اتس ابوف 60 اتس كونسيدرد بوزيتيف، فبتبقى الخطوه الجايه بعد كده على طول يتعمل الجين بتاع العيان، والحمد لله يعني برضو ثانكس لوزاره الصحه دلوقتي التامين الصحي بيغطيها، بنكتب ريبورت. طيب وبتبداوا الكوركتور ميديكيشنز على طول ايميديتلي اول ما تبداوا؟ ما بستناش يعني الجين. يعني احسن فتره تبداوا فيها امتى؟ لا احنا لسه الميديكيشن دي ما وصلتش مصر لسه، اتس كامينج اون ذا واي. لكن الميديكيشن العاديه وانس العيان اتشخص بالسويت كولرايد وي ستارت ذا مانجمنت على طول. بيفور اني اوكيرنس اوف سيكولي ولا كومبليكيشنز ولا لانج. للاسف ان بعض كتير من العيانين بيجوا لنا في مرحله متقدمه دكتوره داليا، بس اللي بيتلحق من الاول بتجيب نتائج كويسه جدا من الحلقة قبل ما يبدا اللانج تو بي انفولفد. اوكي شكرا، الف شكر استاذتنا العظيم. يا فندم الجهاز موجود معانا، لو اي حد عنده هايلي سسبيشس كيس بليز ريفير اس سبت والاثنين من كل اسبوع، وهنبعت نكتب التقرير ونبعت لك العيان تاني ان شاء الله. والكوست حاليا دلوقتي 350 جنيه which is nothing، لان هو بره في يعني في اماكن اخرى حتى في العالم الرقم ده يعتبر ولا حاجه. وعايز اقول لك ال 350 جنيه العيان مش عايز يدفعهم كمان، فاحنا بنشيلها عنه ولا نكله. نشكر استاذه الدكتوره ايمان فوضى على المحاضره الجميله اللي مستنيينها من امبارح. ومعلش هو استفسار بسيط، حضرتك في وسط المحاضره قلت لنا ان احنا مش هنكتفي بالبروتكتيف تريتمنت بس، لازم ندي كومباينيشن من التريتمنت. يس ده بالنسبه للاول ايت تايبس. لا بص حضرتك، الطيب طيب ثلاثة اللي هو عنده جيتنج بروبلم انف بالنسبه له بس البوتنشيتور، لان هو ما عندوش مشكله في موضوع الميس فولدنج اوف بروتين، مشكلته بس في الجيتنج، فكفايه بالنسبه له قوي البوتنشيتور، فالكالديكو بالنسبه له مور ذان انف وده موجود.
لكن العيان اللي عنده other classes اللي هي تايب 2 ان بارتيكولر هو الدلتا اف 508 او عنده 2 جينز مختلفين واحد منهم دلتا اف 508 هياخد التراي كافتا او اللي هي الكومباينيشن كوريكتور والبوتنشيتور.